السلام عليكم الدريات بنياتي يا وليداتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم في احلى الاحوال، في احسن الاحوال بنياتي، مع وليداتكم مع خوتكم مع كلشي احبابكم. اليوم غنقدم لكم هاد الطاجين، نتوما كتشوفوا قدامي هاد الطاجين هو اللي كنت استعملت معكم وكنت درت لكم فيديو باش نصلح لكم نوريكم كيفاش كتصلحوا التشققات. وها نتوما تشوفوا هاد التشقق، راه هو مخاكب لكم هكايا، راه ما كيهبطش، ما راه مصلوح بالتمر بالعجوه ديال التمر. اللي ما شافوش يمشي للفيديو، غنخلي لكم الرابط باش تشوفوه. واليوم غنوريكم الدريات غنطيب فيه الحوت كفته كواري، السر ديال الكواري غنوريكم، وغنوريكم انه ما غاديش يسيح ما والو، غادي يطيب لكم من داكشي. ها نتوما كتشوفوا راني سوديته من برا ومن الداخل ومن كلشي. ها نتوما كتشوفوا باش الا كان عندكم شي طاجين بحال هذا تشقق ليكم، وسورتو ماين الخارج، حنا مازال ماين الداخل كنلقاو الا تشقق لينا كنقدروا نشريو، كاين على الاثمنه على الرخيصه، اما برا ما غتلقاوش. وكنقول لكم الدريات راه هاد التشقق، راه هذاك التمر اللي وريتكم راه نجحت مع الناس بزاف، وكتبوا لي كومونتير وشكروني والله يجازيهم بخير. ماشي مشكله، راني كنعطيكم حاجه اللي مجربه وكتعطي الفائده. وجاني السؤال على هاد القلات حتى هما، يا قال لك الا توقع فيهم تشقق واش نفس الطريقه الدريات اذا وقع لكم التشقق، حتى هو ديروا لي العجوه ديال التمر من الداخل ومن الخارج، لان التمر ماشي مضر، وتخشيو في الفران، يكون فران سخون وطفيتو عليه ودخلو باش داك التمر كيتسودا، داك التمر كيتسودا مزيان. واللي ما شافوش يمشي للفيديو يشوفو، وراني دايره طاجين حتى كيفاش استعمال الطاجين قبل ملي كيكون باقي جديد قبل الاستعمال ديالو، راني دايره لكم فيديو قبل ما تستعملو باش ما يوقعش لكم معاكم هاد المشكل. الا درتو هذاك الطريقه اللي درتكم في الفيديو قبل استعماله غادي ينجح معكم الطاجين الدريات. وتابعونا ان شاء الله كيفاش غنوجدوا الاكله اللي غنوجدوها في الطاجين ان شاء الله مشقق. بسم الله على بركه الله، غنبداو نطحنوا السرديل بعد ما غسلناه ونقيناه وحيدنا ليه ديك الجلد الكحله ديالته والسنسول، ونقيناه مزيان وغسلناه وسقطرناه. بدينا كنطحنوا في الطحانه اليدويه عاديه، ما نطحنوش شي بمونينيكس ولا بشي طحانه ديال الكفته حيت غادي يطلق لينا الماء. كنطحنوا على طحانه عاديه، وكنديروا لها الشبكه اللي هي عندها عيون واسعه، ما ديروش الشبكه اللي هي رقيقه. تا كنطحنوها هو طحناه، دوكا غنزيدو فيه واحد القرعه كورجيت وخيزوت ثومه مطحونه وشي عويشقات ديال الروز عادي، ونديروا اللقامه الكمون، تحميره ديال بزار خلقهم البلدي، الكمون داك القزبر الكارم، الزعتر البلدي تا هو مطحون واحد شويه ما تقاووش بزاف، وشويه المعدنوس وشويه القزبر، وكنعصروا شويه الحامض الخضر حيت هو السردين كيبغي الحامض الخضر، عزيز عليه هو الحامض الخضر. ها هو الطاجين ديالنا، كنحطوه فوق النار وكنديروا شويه الزيت العاديه، وكنبداو كنتوما شفتوا تاكدوا منه بانه هو الطاجين اللي وريتو لكم المشقوق اللي صاوبتو معاكم. درت فيه شويه الزيت وحطيته فوق النار وفرشت العويده ديال المعدنوس، ودوكا غنقرد البطاطا على حسب الدراري كيبغيو البطاطا الروميه دباور، وبدا نحطو في الكويره ديال السرديل ديالنا. ملي خليناه شويه شرب وطلابق ليه اللقامه ديالته، كورنا كويرات وحطيناه فوق البطاطا، سفناه مزيان. هاد الغداء ديالنا البسيط، هانتوما كتابعوا معنا الطاجين ديالنا، الطاجين ديالنا هو اللي درته معاكم، راه تبارك الله كيجي من داكشي. وانتوما كتعرفوا الطياب ديال الطين كيجي بنين، وما طيش واحد جوج مطيش درتهم دواور باش يطلقوا لي الماء ويعطيوني واحد البنه، غنحطي نحط ندير لا بلول لا والو في الطاجين، كنخلي غير الخضر هي اللي كتطلق البلول ديالها وكدير تعصب. حنا غنحطوا زويتينات وشويه الحامض خضر دواور وشويه الفلفله حاره وشويه المعدنوس من الفوق، كنزبقوا به من الفوق كنقادوه حتى كان ما كيخصنا حتى حاجه تبارك الله. وكنجيبوا واحد الكاغيط ديال كويسون كنكمشو باش ما يبقاش شي واقف معانا، باش نغطيه باش دغيا يعرق على بعضياته ودغيا يطيب، ما كامل ساعه يكون طيب لينا الطاجين ان شاء الله. دوكا غنخليو شويه تيغلى لينا، بما وجدنا واحد الكاس فيه واحد الحامضه معصوره وفيه عاشق ديال التحميره وفيه شويه الابزار شويه الملحه
وكنخلطوه مزيان وكنسقيو بهم الخضر من الفوق باش كيعطيو واحد، حيت لان ما درناش لقامه، درنا لقامه غير في الكفته، في الكفته ديال السردين، ما درناش في الخضر. دوكا غنكبو داك الكاس بعد ما غلى لينا الطاجين ديالنا، كنخويو داك الكاس اللي فيه الحامض اللي درنا معاكم صوبناه، كنخويو كنسقيو به من الفوق باش كلشي الخضار اللي درنا، الفلفله والمطيشه وهادشي كله اللي درناه، بطاطا وداكشي، باش تشرب لينا حتى هي اللقامه ويجي داكشي بنين وزين. دابا كنرجعو الغطا ديال كاريط كويسون نخليوه يتلابق لينا، وغادي نرجعو معكم ان شاء الله في التقديم. هانتوما مره كنهزو العاشق البلول، هانتوما كتشوفو البلول راه مساح ما والو، كنشدو البلول بالعاشق وكنسقيو مره كنسقيو الخضر من الفوق. هانتوما كتشوفو معاكم الطاجين ديالنا تبارك الله مرق على مزينات، وتبارك الله راك عارفين الطاجين ديال الطين ما كلتو كي دايره. دوكا غندير معاه نرافق مع واحد الشراده عاديه ديال الدار، داكشي اللي عندي خيزو محكوك والتفاح حتى هو محكوك، لان هاد الايام التفاح موجود على الالوان، كاين الخضر كاين الاحمر تبارك الله، كاين عندي في الدار موجود، حيت لي عز الريعه وغسلتو وحكيتو بحكاكه ديال خيزو. غنبغى نحكو معاه، وغندير معاه شويه الرمان حتى بغا نفركو، والعصير ديال البرتقال غنعصرو. داكشي عادي، داكشي اللي عندك في الدار كام شلاضه مبرده. وبنتي صوبت سلطه خلاط عاديه ديال الدار اللي هي عاديه المغربيه، هي المطيشه والخص، وهذا غنرافقو مع الطاجين، وغادي يكون غدانا. هذا هو غدانا البسيط بالصحه والراحه، مرحبا بكم تغداو معنا، هذا هو الغدا ديالنا البسيط. دابا غنخلط الشلاضه ونحطها في الثلاجه تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. هذا هو نهايه تقديم الدريات، الطاجين اللي طيبتو ديال السردين جا زوين تبارك الله، جات داك الشيء. ها هو يا هاد الطاجين المشقوق اللي درتو لكم، ها هو ما قطر ما والو، نجح العمليه نجحات وزوينه، وكان طيب فيه دائما، ها وريتو لكم حيت كاين اللي سالني ونجحت لي العمليه ووليتو لي دوكا. ودوكا درت معاه شلاضه ديال المطيشه عاديه مغربيه مع الخص وشويه البصله، ودرت شلاضه بارده منعشه مع خيزو والتفاح والليمون والرمان. وريتو لكم الدريات كيفاش حضرتو، حكيت خيزو حكيت التفاح وعصرت عليه الليمون وشويه الرمان، وريتو ليكم كيفاش ديروه اللي عندكم في الدار، ديروه اي فاكهه عندكم ديروها بلا ما تتكلفوا على راسكم. هذا هما، هذا هو الغداء ديالنا البسيط بالطاجين المشقق اللي وريتكم هاد الدريات. ها هو جا تبارك الله من داك الشيء السردين، من داك الشيء طايب لحقوا طريقوا هاد البلول باقي كلشي كاين. ونتمنى يعجبكم الدريات، واللي عجبو هاد الفيديو بارطاجيه مع اصدقاء اللي تعم الفائده، وما تنساونيش من لايك، واللي ما ابونيش فلاشين يدخل ابوني، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم الدريات.